وشتونا كيفاش كنا نرمدو؟ كنا نرمدو في الارض، اللي يجي يرمي في الارض، يرمي في الاخر ما يحترمكش، وكاين اللي يرمي متاقة، كاين اللي ما يحترموناش كاع. كاين الوقت قال نرموا على السبعة، على السبعة، احنا هذاك على السبعة يرمي، على 12 يرمي، على 11 نوري لك ظرفة رانا عقبنا بالكاميو، اقسم بالله غير كنت عقبي الظرفة تقولي ما خدمناهاش كاع. انايا راني طامع باللي خليت البارك نقي وشباب، لو كان تيجي على واحد الساعة تلقاها شغل ما خدمناش. الهم تاع لي بروبليم تاع الكوا من اونفون، الهم تاع المسؤولين تاعنا عندنا ضغوطات بزاف، وزيد العقول المواطنين زيد مسخروا بنا تزيد يتهابوا كاع. يعني تايدا عندك رساله تجاه المسؤولين؟ الرساله كاع للمسؤولين، للمسؤولين يديروا لنا دي بانو هكذايا ونقولوا وين كاين، نقولوا الحديقات وين كاين، نقولوا الاخر منا قال يديروا، قال الوقت اللي يشوفوه نقولوا بارزم دي باس الوقت تاعو تعطيه بروسو كما في لوروب. دوك انا نعقب على التسعه نخليها تشعل، على 11 تولي شغل ما كاين، ومن بعد قال في العنبر ما خدموهاش، ما كاش منها. بعد الخدامي اللي راهم قولي باش تقول قولي باش تعمل في الله عندي دي باج كما بين دي باج على بزياد يمكن اكبر دي فون اللي قال دي باج محروقين علاش كسر يحرق قال بهم بلا حرق ولا وحده ثاني المواطن علاش دوكا خدام هذا مسكين ما يقدرش يقول يلا لكن المواطن ما يعاونوش تعاونوا في عيد باش نبقوا كاع في الدنيا هذا على حساب واش فهمنا المسؤول ما يقدرش يخدم الا مع العامل تاعو والعامل ما يقدرش يخدم الا ما يتعاون مع المواطن. خلاص 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 حنا دوك المشكل اللي راه يعاني شكون؟ المشكل اللي راه يعاني كل الخدام لانه علاه؟ المسؤولين حنا علينا طاقم من عند المسؤولين يقول لك خدم لي ديك الحاجه حنايا لو كان تروح للمؤسسه تاع تروح للبارك تلقى جنازه تماك مقبره تاع شاحنات 2016 2017 تلقاها قاعد تقطعها امبار حاطي لك كاميو ولا زوج كيفاش تقدر تقضي على ظاهره النفايات وانت ما عندكش امكانيات ماديه وبشريه؟ تقدر توجه رساله للمسؤولين ومامتون للمواطنين؟ نطلبوا من المواطنين قبل اول حاجه المواطنين يعاونونا في النظافه تاع الاماكن هذه العموميه المرافق نقصوا ما يهموش في وين جات كاين ديناش يحقوا فيهم لابوبيل تاعهم وفاض غلط كامل يقدروا يعاونونا بهذا الشيء ما يرموش برك والمسؤولين طلبوا منهم يزيدونا لي كامل ويزيدونا اليد العامله كيما نقولوا ناقصين ما يكفوش بلد باب صور توسعت ماشي كيما كانت بديك هاي توسعت دوكا زادت بزاف وكيما نقولوا ناقصين ثاني في اللبسه تاع العمال نخدموا بحوايجنا كيما راك تشوف ناقصين في اللبسه ناقصين اون ميم طون الناس كي تزيد لهم تاع فلاطه الشهريه تاعهم تكون شويه يولوا يجوا خدامين هذه الخدمه باسكو تولي تبروبوزي لهم اللي كانوا ما خدموش 18 هي صح باسكو هي اللي تموتيفي الخدام اللي هي اللي حتشجعوا باش يشجعوا الا كان يمد 50% يولي يمد 100% كي تكون شهريه تاعو فوالا يعطيك الصحه الله يسلمك خويا العزيز بارك الله.